التي تراها إن شاء الله. أول حاجة أخواننا الجمهورين ديل ناس يا أخواننا بحاربوا القرآن وبيستهزأوا بكلام ربنا سبحانه وتعالى. وأنا عندي فيهم نقطتين، نقطة حذكرها الآن ونقطة أخيرة إن شاء الله إلى يعني المقطع رقم 5 بإذن الله. طيب، فنعرض المقطع رقم 1، الناس اللي بيجوا يستهزأوا بالقرآن ويقروا القرآن على طريقة الموسيقى. يا ده اللي تشوف براك. إنك المجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون أيهم بذلك زعيم. في مقطع تاني برضو، في مقطع تاني برضو. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم. طيب، ما بدأ نتم السفه ده والاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى وبكتابه الذي أنزله من فوق 7 سماوات. وده يا أخواننا واضح يوريك إنه الناس ديل ما عندهم أي احترام وتوقير للقرآن الذي يؤمن به المسلمون، هذا الكتاب العظيم الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى قال الاستهزاء بكلام الله والاستخفاف به هذا من الكفر بالله عز وجل. ربنا قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ربنا قال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والشغل اللي بيعمله الجمهوريين ده شغل المشركين الأوائل. ربنا عز وجل قال: إن الذين يلحدون في آياتنا، ده من الإلحاد، إنك تقرأ القرآن كما تغني بكلام الفسقة والفجرة. ربنا قال: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وده من الوعيد العظيم على الناس اللي بيستهزؤوا بآيات ربنا سبحانه وتعالى. وليت هؤلاء الجمهوريين ليتهم كانوا كالجن الذين لما سمعوا القرآن آمنوا به وأعجبهم وحير عقولهم وأعجزهم. ربنا عز وجل قال: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فالقرآن اللي بتستهزأ به قال ربنا عز وجل حاكيا عن الجن قولهم يهدي إلى الرشد. قال العلامة السعدي رحمه الله: قال والرشد اسم جامع لما يرشد إلى الخير والفلاح في الدنيا والآخرة. عرفته؟ فده الناس يا أخواننا أول مسألة عليهم من أوائل المسائل عليهم إنهم يا أخواننا يستخفوا بالقرآن ويستهزأوا بكلام رب العالمين الذي أنزله من فوق 7 سماوات. ما بيقوا زي الجن الذين لما سمعوا القرآن آمنوا به وولوا إلى قومهم منذرين، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي
ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله بدل تستاذوا وانت يا جمهورين بالقرآن أجيبوا داعي الله وآمنوا بالقرآن لكن يا أخواننا هؤلاء لم يؤمنوا بالقرآن ولا يقتنعون به ولا يقتنعون بداعي الله سبحانه وتعالى كما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب يا أخي أنت القرآن بدل تستهزأ به وتتحدى المسلمين تد في العالم كله بأنك تطعن في القرآن في كلام ربنا سبحانه وتعالى، تعال للمسلمين ديل ناقشهم في القرآن ده. ربنا سبحانه وتعالى قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجا. ما في عوج، لا في عوج في تأليفه وفي أحكامه، لا في عوج لفظي ولا في عوج معنوي. عشان كده ربنا قال قيما، هذا الكتاب قويم، وهذا الكتاب زي ما ربنا عز وجل قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فديل يا أخواننا ناس ما في إلحاد بعد ما إنه يا أخواننا الإنسان يصل لمرحلة إنه يستهزأ بالقرآن، ما كان تجون وتناقشون في القرآن ده. المشركين القرآن جاء وتحداهم، واليهود والنصارى الآن موجودين ويهمهم ويحبون أن يأتوا من القرآن، يأتوا بشيء من القرآن من كلام الله فيه تناقض أو أنه لا يناسب العصر أو أنه يكون شبهة للمسلمين حتى يصدوهم عن دينهم، فما استطاعوا. شاكلة احنا بنتحدى محمود محمد طه والقراي وأسماء محمود محمد طه والدالي والشلة اللي كانوا معاه في قاعة الصداقة اللي فتحوها لهم ومنعوا أخواننا يتكلموا فيها، نحن بنتحداهم أن يأتوا بصورة بل بآية بل بكلمة من كلامهم هم يقدروا يتحدوا به والقرآن. عشان كده ربنا عز وجل قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. شوف القرآن ده عجيب كيف، من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لحد الليلة ربنا قال لهم ولن تفعلوا، جمهوريين أبو جهل كلهم ما بيقدروا. ليه؟ لأنه ده كلام رب العالمين لا يمكن أن يصل. عشان كده ربنا قال في سورة فصلت وهو يتكلم عن القرآن قال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ليه ما بيأتي والباطل؟ تنزيل من حكيم أحكم كل شيء سبحانه وتعالى، حميد يحمد على كل فعل له وعلى كل قول له. عشان كده ربنا عز وجل قال وتمت كلمة ربك صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. تعال انت ناقشنا بدل تجيب لنا مجموعة من الصعاليق والسفهاء يطعنوا في القرآن. ودي رسالة للمسلمين، الأحزاب بتاعت قوى الحرية والتغيير، ونحن ما تابعين لحزب ولا لجماعة ولا بهمنا نرجع حاكم ولا ما حاكم ولا محكوم ولا ما محكوم، نحن بهمنا إنه ندافع عن ديننا، وأي زول وقف قدام ديننا ده نحن والله بالحجة نقوم غبارك فوق وتحت ما يلقوك. تفهم الحاصل؟ داير تلعب وتلحد في بلدنا دي ونحن قاعدين يا ملحد يا خواف يا كذاب يا دجال. زول يجي يتحدى السودانيين القراي وانا نلت شهادات سوداني ما ناله وانا وصلت لدرجه من العلم زول وصيله ماف،
تعال ناظر، انت مش عندك درجة كبيرة، تعال ناظر، والله شنبك نقلب لك شب، تعال ناظر. لكن ده يا اخواننا الشغل بتاع الملاحدة، ناس مجرمين وناس كذابين وناس بيطعن ويجروا، فهمت؟ ده نمرة واحد. نمرة اثنين، عشان كده ما تكوري، انت ما قلت حرية؟ مش قلت حرية؟ ونحن الحرية كايسين لها زمان، احنا زمان زي كنا مكتفين، وانت كان بتتكلم ونحن بنتكلم. الآن زمن الحرية، إن شاء الله الحرية دي ربنا سبحانه وتعالى يجعل جندي من الجنود ربنا يخذلك بها.